Buonasera cari amici lettori di Asia News. Siamo qui nella chiesa di Santo Shimoni Marcimoni in Ishke. Abbiamo qui quattro cari amici dei profughi della pianura di Nineve. Abbiamo qui Zainab, Ahmad, dottor Abbas, Omar Abdulukman. Sono quattro famiglie, quattro religioni. Abbiamo qui Zainab Yazidi, Ahmad Cristiano, Dottor Abbas Shabaki, and Omar Abdulukman musulman. Parleremo della loro situazione qui come profughi da 2 anni e mezzo più, della loro esperienza, di quale aspettano del futuro che li aspetta dopo questi battaglie con l'ISIS per liberare. فإذا نبدأ زينا بالأسئلة اللي حكينا عنها. شلون ومتى تهجرت ومن وين؟ من هذا هاجرت من سنجار ناحية قحطانية يوم 3/8/2014. هاجرنا من سنجار من طريق جبلية قم، هاجرنا لسوريا، ومن سوريا جينا على زاخو، من زاخو جينا على هاي القرية، قرية إنشكي، القرية المسيحية. بصراحة ما مقصر ويانا. ايش قد صار احنا تقريبا؟ هاي صار سنتين، من اعتقد من 14/8 لحد الان انا ساكن هنا بقرية إنشكي. يعني شنو اللي صار بالضبط من هاجرت؟ بصراحة يعني هم هاجر ما سكونها داعش، فد يومين والحمد لله يعني حرمنا. وهو يعني هربت وجيت. نعم. شلون كان الطريق؟ الطريق بصراحة مشي يعني فاطمة صعبة جاء. مشي يعني. أنا بوحدي جيت، عائلتي قبلي. رفت كان عندك واحد توفى من أخاره. إيه أخويا توفى. هو كان معوق، ما أقدر أشيل أخويا. وأمي هم كبير بالعمر كان. إيه. وأنا يعني مسؤول عائلة كان، هم أطفالي اثنين. أنا أشيل أطفالي وكان مالي والماي كل شيء، كان أحمل هاي كل الحاجات وبطريقة جبلية كانت هذه. يعني أخوك توفى هناك. إيه